بدينا بالاتوبيك درماتايتس وافتهمناها ان شاء الله قريتمه. فاليوم ان شاء الله راح نكمل الاندوجينس اكزيما. اوكي، اليوم نكمل الاندوجينس اكزيما حتى ان شاء الله الاسبوع الجاي ناخذ الاكزوجينس وتخلص الدرماتايتس. 3 محاضرات. اوكي زين، هسه قدامكم هو الباوربوينت، واضح عندكم كلتكم؟ زين، عندنا another type of endogenous eczema هو السيبوريك ديرماتيتس. سيبوريك ديرماتيتس اللي هي الأكزيما الدهنية. إيش هي السيبوريك ديرماتيتس؟ مثل ما قلنا هي type of endogenous eczema involve سيبوريك area. شوفوا السيبوريك ديرماتيتس بها distribution معين يختلف عن الأتوبيك. إحنا قلنا الأتوبيك الانفانتايل ستيج يصير بالإكستنسر صح وبالتشيك، الأدلتهود ستيج يصير بالفليكشرال area. تمام، السيبوريك ديرماتيتس السايت مالته هايلي كاركترستيك. من السايت مالته بتكون شخصوها، اتفقنا؟ ديستريبيوشن ما سيبوريك ديرماتيتس از هايلي كاركترستيك. وين صب؟ نبدي من فوق، ركزوا معي، سكالب، ايبرو، ايلاشز، نيزوليبيال فولدز، موستاج، بيرد، اكسترنال اوديتري كانال، ريترو اوريكولار فولز. هاي كلها مكانات مال سيبوريك ديرماتيتس. بعدين ننزل جوا بريسترنال شولدر انترسكابيولار ريجن، وممكن بالاكزيلا اند بودي فولز. ماشي، ممكن تجينا سنجلي اور ان كومبينيشن. واضحه؟ نعيدها، نبدي من فوق، سكالب، ايبرو، ايلاشز، نيزوليبيال فولز، الموستاج، بيرد اريا، ريترو اوريكولار، بريسترنال. اوكي، كل هذه السايت مال سيبوريك ديرماتيتس. الاكزاكت ايتيولوجي از انون. هاويفر ايش عندنا احنا بالسيبوريك ديرماتيتس؟ عندنا نقطتين اساسيات، الديرماتيتس اللي هي الانفلاميشن، نمبر 2 اكو ييست اليمنت، فانجل اليمنت. اوكي، شافوا انه اكو ييست فلورا اوف هير سكين اللي هي بيتروسبورم اوفالي، سجستد تو بلاي ا رول ان ذا كونديشن and increased androgen level with resultant seborrhea. احنا نعرف السيبوريك جلاند stimulated by ايش؟ by hormone. اوكي، اللي هو الاندروجينيك هرمون. فمساعدنا السيبوريا اللي هو زياده افراز السيبم راح يكون ايضا عامل مساعد في السيبوريك ديرماتيتس. فاذا راح يساعد الديرماتيتس مع ييست اليمنت مع فانجاي. اوكي، فاذا التريتمنت ايش راح يكون؟ انتي انفلاماتوري مع انتي فانجل. هاي خلوها باك، واحنا راح تصلنا ان شاء الله بالتريتمنت. شوفوا هذا السايت مال سيبوريك ديرماتيتس، سكالب، ايبرو، ايلاشز، هذه نيزوليبيال فولتس. يطلع عندكم الماوس مصطفى؟ جيد، هذه نيزوليبيال فولتس. اوكي، الاكسترنال اوديتري وريترو اوريكولار خلف الاذن همينا، تشين ايضا همينا السايت، بيرد اريا، بريسترنال هاي المكان، اند بادي فولتس. فاذا هذه هي السايت مال سيبوريك ديرماتيتس. نرجع للكلينيكال بيكتشر، عندنا تو اكستريم اوف ايج، عندنا انفانتايل وعندنا ادلت هود ستيج سيبوريك ديرماتيتس. ماشي، الانفانتايل سيبوريك ديرماتيتس تكون جود بروجنوسيس اند كلير كويكلي، عكس الادلت. الادلت سيبوريك ديرماتيتس تكون كرونيك ريزيستنت ان بريدكتابل، تكون مزعجه للبيشنت، كلش مزعجه للبيشنت، وريلابس اند ريميشن تروح وتجي. الانفانتايل جود بروجنوسيس، سيلف ليميتد، سمبل، اسيمتوماتيك. ماشي، عاده هذه تجينا من الاندروجين مال المذر، تاخذ له تقريبا 6 اشهر الى سنه وتختفي. اوكي، تظل الى ان يصير بيوبرتي. بعد البيوبرتي هذا الاندروجين هرمون ستيميليت سيبيشيوس جلاند، ساعدنا سيبوريا مع ييست اليمنت تعمل لنا سيبوريك ديرماتيتس. The clinical picture of seborrheic dermatitis تكمله هو عنك. The infantile usually occurs immediately or within first 2 months of life. هاي نقطة إيش تفيدنا؟ إيمتى تبدأ؟ تبدأ within first 2 months of life. إيش تفيدنا هاي النقطة؟ مفرقة عن الأتوبيك. Very good, very good. عافية. هاي مفرقة عن الأتوبيك dermatitis. الأتوبيك dermatitis قلنا تبدأ من الشهر الثاني. خوش، هاي وحدة. Characterized by clinical assurance تكون dirty yellow crust
او سكيل، يلوش سكيل، اوكي، اون ذا سكالب يسموها كرادل كاب، which may be associated with asymptomatic erythematous rash أو patch خوش covered with greasy scale. شوف السكيل مال سيبوريك ترماتيتس هي greasy scale وasymptomatic erythematous patch involving وين central part of the face eyebrow قلنا السايت اللي حكينا عليها الايبرو نيزوليبيال فولس تشيك كل هذه المكانات مال سيبوريك ترماتيتس and flexural area أيضا الأكزيلا groin may be involved. أوكي فإذا الكلينيك الفينشر مالتا هي erythematous patch with greasy yellowish skin. عرفنا السايت مال سيبوريك درماتيتس. وعندنا حاله تصير بالانفانت يسموها الكرادل كاب اللي هي تكون thick dirty yellow crust. اكيد كنت شفت ما بالانفانت حديث الولاده اللي اقل من 6 اشهر تشوف هالشكل طبقه قشره ثخينه على غاز وتصير لونها تقريبا yellowish يسموها كرادل كاب. هذه هي ايضا بارت من سيبوريك درماتيتس. شوفوا هذا سيبوريك درماتيتس هوني ايش حنشوف؟ حنشوف اريثيميتس باتش وذ يلوش سكيل تمام؟ هذه هي الكرادل كاب. شوفوا اي بروهم شويه بيها والفلكشرال اريا. Again this is typical سيبوريك درماتيتس اريثيميتس باتش وذ يلوش سكيل او غريزي سكيل. اوكي؟ المين ديفرنشال دايجنوسيس هي الانفانتايل اتوبيك درماتيتس. ايش الفروقات بين السيبوريك درماتيتس والاتوبيك درماتيتس الانفانتايل ستيج؟ خوش ايش نميزه ومهم نميزه مهم نفرقه لو ها هي كلها درماتيتس وها هي دكتور هي البيجنينج لان هي تبدي بعد 2 مانث وثاني طالع السبير نابكن اريا بالاتوبيك درماتيتس. ثاني فرق اشنو؟ النابكن ريجن زين عاشتك خوش. بعد ايش اكو فروقات؟ قلنا قالت البيجنينج اوكي؟ هاي باول شهرين هذاك بعد الشهرين. بعد ايش عندنا فروقات؟ شلون؟ Very good. السايت هم يفرق لنا صح؟ السيبوريك درماتيتس كان الديستريبيوشن مالته هي اللي ذكرناها سكالب واي برو كذا وهاي. الديستريبيوشن مال اتوبيك درماتيتس يختلف. الانفانتايل اكسترنال والادلت هود وتشايلد هود يكون فليكشرال. بعد ايش عندنا نقاط؟ اوكي عادة الانفانتايل اصلا ما تحتاج تريتمنت، هنوك يحتاج تريتمنت. عافية مصطفى بعد. ويبينج دكتور الويبينج مكان الارثماتس ريجن اثنين ممكن يجينا اكيوت وممكن يجينا سب اكيوت. ما فت فروقات هاي ايلاف. اي ساري قول. هاي دكتور تكون الاتوبك تكون دراي وهاي تكون ايزي غريزي. السكيل بالاتوبيك درماتيتس عافيه السكيل تكون وايت سكيل صح وايتش سكيل هوني يلوش غريزي سكيل فيري جود عافيه ساري بعد لكن نقاط ذكرتوها بالبدايه ونقاط ذكرناها بذيك المحاضره الطفل ايش شلون يكون الجنرال كونديشن of the infected كلش مهمة هاي. السيبوريك درماتيتس أول ما ذكرنا أول ما حكينا قلنا asymptomatic. أوكي؟ بينما الأتوبيك درماتيتس associated with poor sleeping, poor feeding, الطفل يكون irritable، هاي كلش مهمة. هاي حتى تأثر لنا على growth. أوكي؟ حتى poor growth أيضاً يعني poor feeding و poor sleeping. أوكي؟ بينما السيبوريك درماتيتس اسيمبتوماتيك فما تاثر لا على السليبنج ولا على الفيدنج ولا على الجروث ولا على كل شيء هاي ايضا نقطه مهمه كذلك البروجنوسيس البروجنوسيس انت مال اتوبيك درماتيتس هاي راح تطول واحتمال تستمر معانا للتشايلد هود والادلت هود بينما السيبوريك درماتيتس سيلف ليميتد تاخذ لها 6 اشهر الى سنه وتنتهي نيد نو تريتمنت فالبروجنوسيس انت حتى تعرف من ايش تحكي مع الفاميلي تمام فهي هاي النقاط الأساسية اللي
غيتكم تعرفوها. وهذا الجدول يوضح لكم فيري جود طبعا عشتيتكم كلكم يعني شاركتم. الأونسيت قلنا after 2 months وهني before 2 months. السايت حكينا عليها, السكيل حكينا عليها, السيمتوم اوكي, الجنرال كونديشن والكوز ايضا. خوش. فهذا هو جدول الفروقات بين الاتوبيك والسيبوريك درماتايتس. ضروري جدا نفرق بيناتهم. نيجينا طفل ضروري نعرف هل هو هذا سيبوريك درماتايتس الى اتوبيك درماتايتس, مو درماتايتس بس. وها هي, اتفقنا؟ زين. الادل سيبوريك درماتايتس نفس الفيتشر مال انفانتايل, هم تجينا ريد بينكش باتش كوفرد وذ اجريز يلوش سكيل وبايلاترال سيمتريكال. ذير مي بي فاريبل ديجري اوف اتشينج ان سيبوريك اكزيما بالادلت, وتكون بلوريتك وتكون مزعجه. خوش, خلوها ببالكم. وتكون ريزيستنت مرات وكرونيك وذ ريلابس اند ريميشن. اوكي, هذه هي الادلت سيبوريك درماتايتس. شوفوا الريثيميتا سباتش وبها فد يلو شهيو. اوكي, شوفوا اجين هذه هي النيزوليبيال فولس. شوفوا الايبرو, اوكي, ايبرو نيزوليبيال فولس تشيك تشين. هذه هي السايت مال سيبوريك درماتايتس. هذا البريستيرنال اريا. ماشي زين. بالنسبه للتريتمنت قلنا بالانفانتايل ستيج الانفانتايل سيبوريك درماتايتس نيد نو تريتمنت. اللي مثلا عندهم هاي الثيك كرادل كاب ممكن مثلا فد اوليف اويل زيت الزيتون. خوش, applied to the crust and washed a few hours after few hours later may provide help. يعني قبل الحمام وقل مثلا تخلون زيت الزيتون بعد بفترة مثلا تسبحونه, وعادة ما يحتاج تريتمنت, هي تاخذ فترة وتروح self limited. الادلت is usually controllable but not curable. Okay, with the treatment it may be controlled with a combination of topical corticosteroid plus topical antifungal. اتفقنا, هاي اتفقنا عليها من البداية. سيلينيوم سلفايد شامبو ممكن ايضا نستخدمه في حالة السكالب سيبوريك درماتيتس, او كيتوكونازو شامبو اللي بها انتيفانجل, او ممكن ايضا توبيكال كورتيكوستيرويد. هاي بالنسبة للسيبوريك درماتيتس. اكو احد عنده سؤال عليها؟ اوكي, اذا ننتقل لل نوع آخر من الإندوجينوس درماتيتس اللي هو الديسكويد درماتيتس, ديسكويد إكزيما أو يسموها نميولار إكزيما. من اسم الديسكويد يعني إيش تكون؟ يعني شكل ديسك لايك كوين لايك. أوكي, إيش هي الديسكويد إكزيما؟ A common form of endogenous eczema, كلش مهمة وكثير شائعة وكثير نشوفها. أوكي, usually affect adults above 30s of both sex. It may occur in children 5 to 15 years old, especially those having atopic dermatitis. يعني الأشخاص اللي عندهم atopic dermatitis ممكن أيضا يصير عندهم discoid dermatitis, okay, أو discoid eczema. Etiology unknown. However, stress or reaction to bacterial antigen. تبهوا, بالسيبوريك dermatitis كنا عندنا fungal element. بالdiscoid eczema عندنا bacterial antigen. Okay. شافوا انه اكو ستاف انتيجين may play a role in the etiology of discoid dermatitis, ولهذا ايضا يسموه microbial eczema. فهون التريتمنت مالته خلوها ببالكم راح يكون انتي انفلاماتوري topical corticosteroid plus antibiotic. تمام, هاي discoid dermatitis. كلينيكلي ممكن من اسمه اشو تجينا single او multiple coin shape discoid, vesicular or dry. ليش مرة تجينا vesicular, ليش مرة تجينا dry؟ ايمتى تجينا vesicular وايمتى تجينا dry؟ acute vesicular واذا chronic يمكن dry. very good very good, اظل اعيد الكمية حتى ما تنسوها. اوكي, okay؟ اذا جتنا acute خلال ايام تجينا vesicular بها fluid. اوكي, okay؟ او ممكن تجينا chronic صار لها اسابيع تجينا dry. highly itchy usually less than 5 سنتيمتر. السايت اوف بريدليكشن عادة هي باللمس, while trunk and face are only occasionally involved. ممكن ايضا يصير بالترنك وبالفيس. الكورس usually chronic with relapse and remission,
والتريتمنت مثل ما قلت لكم توبيكال ستيرويد بلس توبيكال انتيسبتيك اور ستيرويد او انتي بايوتيك. ماشي، هذه هي الديسكويد درماتايتس، شوفوا هاي الصوره هاني اوضح كوين لايك، وهذه بعد اوضح. اوكي شوفوا كوين لايك، هذه هي الديسكويد درماتايتس، عادة تكون ملتيبل اكثر من وحده. اوكي شوفوا كوين لايك اريثيميتس بلاج وذ سكيل او كراست، هم مرات يصير بها اذا كانت فيسيكولر ليجن مثل هاي، هاي اكيوت. اوكي الديفرنشال دايجنوسيس هاي اشني، هاي هاي على اليمين سورياسيس، فيري جود، هاي سورياسيس. اشنو الفرق عن الديسكويد درماتايتس؟ هي ما تشبه الديسكويد درماتايتس، اشنو الفرق بها؟ وايد سكيلز، هذيك همين بها سكيل الفلات توب، لا فلات توب تلايكن بلانس. احنا محاضرة السورايسيس كنا اخذناها صح؟ محاضرة السورايسيس كنا اخذناها وكنا افتهمناها المفروض، تمام؟ اشو المميزة عن الديسكويد درماتيتس؟ من الشاطر اللي يجاوبني؟ بروريتس اكو؟ بروريتس فيري جود، الديسكويد درماتيتس تكون هايلي بروريتك، بينما السورايسيس يجولي اسيمتوماتيك. بعد دكتور سرايز يكون كرونيك، فيري جود كرونيك، خوش ما يخاف الهستري يمشي مع السورايسيس. اوكي بالهستري بعد من الشيب، ايه اش بين الشيب ايمان؟ ديسكويد تكون يعني هاي شكله مميز، هاي تكون الريجولار، هذيك اشون تكون البوردر، اشون البوردر ويل ديفايند، البوردر تكون ويل ديفايند بالسورايسيس شاربلي ديماركيتد، بينما بالديسكويد درماتايتس تكون ال ديفايند. اوكي السكيل تكون ثيك سكيل بالسورايسيس عاده، واهم نقطه، اهم نقطه ما ذكرتم لي هي السايت. اوكي والديستريبيوشن اوف ذا ليجن، السورايسيس عاده تجينا باي لاترال سيمتريكال، اوكي اكستنسر اند ني، ماشي تجينا ويل ديفايند بينك بلاج، ومو شرط الا ديسكويد تجينا باي شكل الكان. ماشي الديسكويد درماتيتس كوين لايك تشوفوها مثل الدرهم. زين ايه هذه؟ هاي اسمها تينيا كوربورس، هاي راح ناخذ ان شاء الله محاضره الفنجل انفكشن، تكون انيولار ليجن اكتف بوردر وكليرنج توارد ذا سنتر. ماشي وهذه هي السورايسيس. زين another type of endogenous eczema عندنا شيء اسمه استياتوتيك اكزيما او يسموها زيروتيك اكزيما. اشنو يعني زيروتيك؟ اشنو يعني زيروتيك اكزيما؟ من الاسم ايش تفتهمون؟ دراي، فيري جود فيري جود، زيروسيس يعني دراينس، خوش. فاذا الزيروتيك اكزيما او الاستياتوتيك اكزيما اشنو هي؟ occurs predominantly in elderly people، عاده هذه الاستياتوتيك اكزيما نشوفها بكبار السن بالاولد ايج. ايش يصير عندهم هذول الاولد ايج؟ السكين مالهم اشلون يصير؟ عاده يصير دراي. الانسان ايش قد يكبر بالعمر؟ السبكوتينيوس فات يبدي يقل، السيبوريك جلانس تبدي يصير بها ضمور، الجلد يرق، اوكي؟ فيصير دراي سكين. مع لو هيوميديتي ديورنج وينتر مثل هالوقت هذا مثلا بالشتاء عاده يصير جفاف، اوكي؟ فكل هذه تكون عوامل مساعده بالاضافه الى الاكسسيف ووشينج، كثرة التغسيل والسبح والوضوء والمايات وهالامور هاي، واذا الشخص مثلا البيشنت يستخدم ايضا دايوريتكس، كل هذه عوامل مساعده تعملنا الاستياتوتيك اكزيما، اوكي او الزيروتيك اكزيما. كلينيكلي اشون تجينا؟ تجينا سكيلي اريثيميتس باتش، خوش بصوره عامه كل الدرماتيتس هي ال ديفايند، البوردر مالته ما يحتاج بعد نعيده، كلتها هي ال ديفايند، اتفقنا؟ فهاي تجينا اريثيميتس باتش with fine fissuring resembling cracks in porcelain. اشون الكاشي البورسلين مع الارضيات يصير بينه هاي الدمارات بالضبط هالشكل. The anterior aspect of the leg هي the commonest site. However, other areas like forearm or thigh may be affected. فإذا أكثر شيء تجينا وين؟ تجينا بالanterior aspect of the legs بالold age
اوكي يكون عندهم دراي سكين وديورينج وينتر موستلي هوش واكسسيف واشينج. كل هذه عوامل مساعده تعمل لنا الاستيتوتيك اكزيما. ديفرنشال دايجنوسيس عندنا الستيسيس ديرماتايتس هسه راح ناخذها بعدها. اتوبيك ديرماتايتس ممكن ايضا تدخل كديفرنشال دايجنوسيس. كونتاكت ديرماتايتس نميولار ديرماتايتس اذا مالتيبل اوكي. كل الاندوجينس ديرماتايتس ممكن تدخل كديفرنشال. شوفوا هذه هي الاستيتوتيك اكزيما او الزيروتيك اكزيما. شوف بها بولدر ما بها بولدر، عباره عن اريثيميتس باتش اند سكيل. وهذا هو الكراك ان بورسلين لايك ماشي. شوفوا هالشكل بها دمارات. التريتمنت ايش تتوقعون تريتمنت للاستيتوتيك اكزيما؟ كريمز او اشياء. كريمز للايش؟ يعني للدراينس وافويد نقول ايمولينت. ايمولينت فيري جود عبد الرزاق. مرطب اول شيء للجلد، احنا عندنا دراينس فنستخدم مرطب، اذا حاله بسيطه ممكن جاست فازلين كايمولينت كافي. بعد ايش ننصح المريض؟ ساري ايش ننصحه؟ avoid frequent washing. اوكي نقول له نقلل جهد الامكان من السبح ومن التغسيل ومن المايات ومن الصابون، جهد الامكان يقلل تمام. زين وبعد ايش ممكن ننطي ديرماتايتس؟ ايش ممكن ننطي؟ very good خلاص اوكي. فاذا avoid precipitating exacerbating factor, regular use of emollient, moderate potency, topical corticosteroid ممكن همينة تفيدنا. وهاي خلاص that's all. هاي بالنسبة للستيسيس درماتيتس. عرفنا السايت مالتها، عرفنا وين تصير بأي age group، تصير بالold age اللي يصير عندهم جفاف بالبشرة، وتجينا erythematous patch with scale and cracks in porcelain. وكيف في شرينج يصير بها دمارات. التريتمنت مالتنا مثل ما قلنا avoid the exacerbating factor اللي هي frequent washing، مرطبات مع topical corticosteroid. واضحة؟ واضحة الأمور لي حد هوني؟ خوش. هي أنواع كثيرة بس عن نمشيها سريع وعن نفصلها والشغلات المهمة اللي إنها هي عن بقية الأنواع. Another type هو gravitational eczema أو يسموها varicose eczema. إيش تفتهموا من gravitational؟ شوفوا هي كلها من الاسم أنت تقي وتستنتج، أقلها وترسم لك فصورة بدماغك. gravitational إيش نقصد بالgravitational؟ يعني ممكن تيجي من شلون لونج ستاندينج مثل كلمه باريكوس. بالضبط بالضبط. فنستنتج مكانه انه راح يصير بالليج جرافيتيشنال اوكي. يسموها ايضا ستيسيس ديرماتايتس بس هذا الاسم غلط ما صحيح. بيكوز ذير از نو ستيسيس وذين ذا فينوس سيستم. على العكس ايش اكو؟ اكو فينوس هايبرتنشن اوكي. فاذا فينوس هايبرتنشن يصير عادة يصاب باللور ليكس of adult أيضا and elderly people. تجينا هوني أشوني الكلينيكال فيتشر مالتها تكون بروريتك دسكي ريد باتش، دسكي ريد باتش بلس ماينس اوزينج and crustacean and may be complicated by secondary bacterial infection. ممكن يصير معها أيضا secondary bacterial infection. فإذا هوني الإيتيولوجي هو venous hypertension أوكي. البيشنت إيش ممكن نشوف أيضا معانه؟ ممكن نشوف معانه مثلا other sign of venous insufficiency. شوف مثلا leg edema، شوف varicosities خوش، hemosiderin pigmentation and skin induration. هذه كلها sign of venous insufficiency، يعني patient عنده problem بالvenous system. اتفقنا؟ زين. In advanced cases ممكن حتى ulceration يصير، يصير venous ulcer اوكي او varicose ulceration around the medial malleoli mostly. شوفوا هذه الـ gravitational eczema أو يسموها stasis dermatitis. شوفوا الكلر مالته dusk red أوكي. وشوفوا إذا تنتبهون إيه هوني إيش أكو؟ أكو varicose vein تنتبهون عليها؟ شوفوها الهاي varicosities. أشنو varicose vein؟ أشنو إيش عن نقصد بالvaricose vein؟ تعرفون شنو varicose vein؟ دكتور تورتشوس dilated vein. very good عافية اوكي.
فهذا sign of venous insufficiency. يصير عنده venous hypertension. فنتيجة هذا venous hypertension راح يصير عندنا هاي الدرماتيتس اللي تكون dusky red patch. شوفوا ill defined ما بيها فت border معينة وتكون crustacean أو oozing أو scaly. ماشي؟ شوفوا تشبه تقريبا الاستياتوتيك اكزيما، تشبه زيروتيك اكزيما، بس اشنو ممكن نشوف معها additional sign of venous insufficiency. زين، فاذا التريتمنت او قبل differential diagnosis ايش نخلي؟ قلنا هي الزيروتيك اكزيما والاستياتوتيك اكزيما، الكونتاكت درماتيتس، نمولر درماتيتس، قلت نفس differential diagnosis. التريتمنت مالته هو اهم شيء انه توارد فينس انسفشنسي، يعني انت لازم تعالج الكوز هون. البيشنت عنده فينس انسفشنسي، عنده فاريكوز فين، عنده فينس هايبرتنشن، هون التريتمنت توارد ذا كوز مينلي. اوكي، مثلا يوز اوف الاستيك ستوكينج، اليفيشن اوف ذا فيت اون سليبينج، اند افويدنس اوف لونج ستاندينج. كل هذه ممكن شويه عوامل مساعده كبروفيلاكسيس ميجر، بروفيلاكتيك ميجر سوري. توبيكال كورتيكوستيرويد بالنسبه للدرماتيتس. Advanced cases complicated by venous ulcer should be managed accordingly, aiming at correlation of underlying venous abnormality. اتفقنا؟ واضحة الأمور لحد هوني؟ فإذا the treatment هو treatment of the underlying cause. هاي إيش نعيش على التقرون؟ ايش على التقرون؟ ايش طلع قدامكم؟ عبد الرزاق ايش على التقرا؟ ايه دكتور، this hydrotic eczema. Very good. Pompholix. Pompholix. Okay. Pompholix. Pompholix. شوي المصطلحات الجلدية صعبة مع عبد الرزاق. تدفعنا انت. Pompholix. خوش حبيبي. Pompholix. اللي هي الديسهايدروتيك اكزيما. ماشي، ديسهايدروتيك اكزيما هالشكل تنلفظ. زين، ايش هي البومفوليكس او الديسهايدروتيك اكزيما؟ هي ايضا تايب اوف اندوجينس اكزيما. تجينا اكيوت اور سب اكيوت فيسيكولار ايربشن. فيسيكولار ايربشن هتشوفون انتم البرايمري ليجن ايش قد مهم، الترمينولوجي ايش قد مهم. يعني انت اذا ما تعرف ايش نوفيسيكل ما راح تفتهم مثلا هاي الجمله. تمام، لهذا المحاضره الثانيه من اعطيتكم هي اختكم، لازم تحفظوها وتفتهموها حتى تفتهمون بقيه المحاضرات. انت من تقرا موضوع اذا انت ما تعرف شنو بابيول، ما تعرف شنو ماكيول، ما تعرف شنو فيسيكل، ما راح تفهم الموضوع. اوكي، فهذا فيسيكولار ايربشن. الفيسيكل اللي هي اليفيتد مثل البابيول، بس البابيول سوليد، هون بيها فلويد. Elevation of the skin less than 0.5 centimeter، أقل من نص سنتيمتر، وبيها فلويد نسميها فيسيكل، أكثر من نص سنتيمتر نسميها بولي. هاي منتهي منها، المفروض تحفظوها وتعوفوها بعد. زين، فإذا تجينا acute or subacute vesicular eruption، هذا لازم يجينا فيسيكل. البومفوليكس لازم يجينا فيسيكل. Usually occurs in adult characterized by ash. Very pleuritic, bilateral, deep-seated vesicle. Deep-seated vesicle. تعرفون إيش أقصد بها؟ يعني felt better than seen. يعني متمشي إيدك على lesion راح تحس بيها مدفوني بالجلد. يسموها deep-seated vesicle. Okay? And sometimes bully. Involving where's the site مالتها؟ البومفوليكس يصير بالsides of fingers على الحوافي مع الأصابع. Palms and soles. هذه المكانات مالته. البومفوليكس يصير بالهاندز. فإذا كل تايب مال اكزيما إذا عاد تشوفون بيها فد مكان معين. الجرافيتيشنال بالليك خوش وبالفوت. الاستياتوتيك اكزيما بالانتيريور اسبيكت اوف ذا ليك. السيبوريك ترماتيتس بها نوع معين. الديسكويد مصلي بالليمب. اوكي؟ فإذا عاد تشوفون كل تايب مال درماتيتس بها فد سايت معين. البومفوليكس او الديسهايدروتيك اكزيما نشوفه بالهاندز. Sides of finger, palm and sole, hands and foot. ماشي؟ About 50% of the patients have associated hyperhidrosis of the hands and or feet. اشنو hyperhidrosis؟
excessive sweating. Very good. زيادة التعرق. Okay. Excessive sweating. 50% من البيشنت اللي عندهم بومفليكس يجي معاهم hyperhidrosis، زيادة بالتعرق بالإيدين والقدمين. زين. الإيتيولوجي idiopathic. Most cases are idiopathic. However, some cases may be provoked by heat, stress, nickel ingestion in nickel sensitive individuals. شوفوا هذا البومفليكس. أشعر شوف vesicular lesion. هذا typical site. Lateral aspect of the finger. هذه تمد إيدك عليها، تمشي إيدك عليها، راح تحسها deep-seated vesicle. Felt better than seen. Okay, خلوها ببالكم. Again, this is side of the fingers. نشوف كريتها. Vesicular lesion ويكون highly pruritic, severely pruritic. ماشي. Again, this is typical vesicular eruption اللي هو هذا البومفليكس. كدفرنشيال دايجنوسيس هون نخلي ادري اكشن توتينيا بيدس. هاي راح تاخذوها ان شاء الله محاضره الفنجل انفكشن. تشبه البومفليكس. البيشنت اذا عنده توتينيا بيدس عنده فطريات بالقدم، ممكن يصير عنده فد فيسيكولار ليجن ايضا بالبالم وبال لاترال اسبيكت اوف ذا فينجرز. بوستولار سورايسيس كدفرنشيال دايجنوسيس اند اكيوت كونتاكت درماتيتس اللي ايضا تجيني فيسيكولار ايربشن. اوكي، هاي acute contact dermatitis، هاي postural psoriasis، وهذا هو الإدري أكشن. الكورس recurrent relapse and remission. okay. Recurrence usually during the summer time بالhot weather. Each episodes last few weeks and disappear either spontaneously or by a treatment. بالنسبة للتريتمنت من البومفليكس عندنا أول البوتاسيوم برمنجنيت سوليوشن to dry up the lesion. Topical corticosteroid and antihistamine may be enough for mild cases. ولذا severe cases ممكن short course of systemic steroid. ماشي؟ زين. انتهينا من البومفليكس. نجي على another type of endogenous eczema اللي هي اسمها lichen simplex chronicus. وش؟ Lichen simplex chronicus. ايش هي lichen simplex chronicus؟ Also known as localized neurodermatitis. احنا نسميها الاكزيما العصبيه. نطيق نعتبره هذا تقريبا psychiatric disorder. اوكي؟ نطيق نعتبره psychiatric disorder. Lichen simplex chronicus او يسمونه localized neurodermatitis. ايش من الكوز مالته؟ انتبهوا. Due to habit of repeated rubbing or scratching the skin in response to psychological upset or stress. يعني المريض اللي عنده مثلا خلينا نقول في psychological problem، عنده في الضغوطات، عنده في الستريس، تشوف مثلا يحك في منطقه معينه من الجلد. اوكي، يتحاغش بها مثل ما يقولون. فهذا الربنج او سكراتشنج ما راح يتحاش به المريض، ايش راح يعمل لنا؟ راح يعمل ستيميوليشن لل اتش ريسبتر. اوكي، فراح يصير عنده بروريتس، راح يحكه بالازيد، راح تزيد الحكه، فراح يصير فيشوال سايكل اوف ريبيتد رابينج اند سكراتشينج اند بروريتس. ماشي، فهون التريتمنت لازم نكسر هاي السايكل، لازم هو يوقف الحكه ماله، يوقف الرابينج او السكراتشينج. بس هو المريض مرات ما بيده. شوف من الهيستوري تساله يقول لك انا من اضوج، من احتصر، من اتعصب، من كذا، هاي اقوم ابدي احك يعني، ومن احك تزيد، وايش قد احك تزيد، وهكذا. اوكي، usually occurs in adults and elderly people. The clinically present as very pruritic lichenified plaques with or without excoriation. انتبهوا، very pruritic يجيك يقول لك عندي حكه كلش قويه، ما اطيق ابطل، وايش قد يضوج، ايش قد تزيد، وايش قد يحك وتزيد. اوكي، زين شنو lichenified plaques؟ lichenified ايش نقصد lichenified plaques؟ شنو هو lichenification؟ dryness. ايه يعني اشنو؟ يعني تكون المكان dry او هي المكان الـ area يعني. ايه الاف؟
Very good. أولا dryness أوكي هاي واحدة منها. Lichenification نحن إيش قلنا عليها؟ Sign of إيش إلاف؟ كانت بالكرونيك Very good. Sign of chronic dermatitis. Very good. عشتيتكي. Lichenification هي قلنا بذيك المحاضرة هي sign of chronic dermatitis. Lichenification هي trait of hyperpigmentation, thickening and increased skin marking. ماشي؟ فنشوف thickened, hyperpigmented and increased skin marking. فإذا إيش يجينا معناته chronic. من الكرونيك rubbing وchronic scratching. ماشي هوني ما يجيني vesicular lesion. يجيني lichenified plug. Severely pruritic. اتفقنا؟ فهذا هو lichen simplex chronicus. السايت اوف بريدليكشن انتبهوا عليها هو ما الا بالضروره اكو يعني سبيسيفيك سايت بس سايت اوف بريدليكشن اكثر شيء نشوفه باللور ليكس especially around the ankles okay the dorsal of the hands elbow and knee nape of the neck especially in female هاي خلوها ببالكم اكثر شيء بالفيميل تجينا بالنيب اوف ذا نيك يعني اسفل الرقبه اوكي اسفل الراس يعني بالاوكسيبيتال اريا the scalp in elderly انو جينيتال اريا سبيشالي سكروتم اند فالفا خوش بالفيميل مصل نشوفه بالنيب اوف ذا نيك بالميل بالمين اكثر شيء نشوفه بالسكروتم ماشي however any area accessible to the hands of the patient can be involved اتفقنا شوفوا هذا الموست كومن سايت هذا هو النيب اوف ذا نيك هذا الموست كومن سايت ان فيميل وهذا ايضا شوفوا نيوروديرماتايتس عاده هون الهيستوري كلش يفيدنا اوكي شوفوا هي ديرماتايتس اريثيميتا سباتش وذ سكيل ال ديفايند وبروريتيك جين سيفير بروريتيك فاذا هي ديرماتايتس هون الهيستوري راح يميز لك هي ماشي الكورس كرونيك it may take many years with relapse and remission okay واكثر شيء بالستريس التريتمنت اول نقطه واهم نقطه هو avoid habit of repeated rubbing or scratching of the skin اول شيء انت لازم تكسر السايكل اذا المريض ما يبطل يحك ما راح يفيد معانه اي علاج ولهذا احنا مرات نضطر نحول البيشنت للسايكاتريست اوكي اذا عنده فسايكولوجيكال بروبلم لازم نحوله للسايكاتريست كدرماتولوجي ايش نستخدم نستخدم بوتن توبيكال ستيرويد اوكي اورال انتي هيستامين على مود قلل الاتشنج وممكن ايضا انتراليجنال ستيرويد في حالات معينه ماشي فاذا اول نقطه انه نكسر السايكل افويد هابت اوف ريبيتد رابينج اور سكراتشنج واضحه الامور هاي بالنسبه لللايكن سمبلكس كرونيكس لايكن سمبلكس كرونيكس اتفقنا زين another type of endogenous eczema عندنا النابكن ديرماتيتس او بالاحرى هذا نعتبره من ضمن الاكزوجينوس اكزيما مو اندوجينوس اوكي النابكن ديرماتيتس ايش هي النابكن ديرماتيتس او دايبر ديرماتيتس وين نشوفها نشوفها بالانفانت اوكي نيونيتال اند انفانت على مكان النابكن او الدايبر مكان الحفاضه فريكوينتلي ان ايروتان ديرماتيتس اوف ذا دايبر اريا السبب مالته هي occlusion and prolonged exposure to urine and feces. Contact of skin with urine and feces. هاي contact dermatitis. Irritant. Contact dermatitis. خوش. Secondary infection with candida ممكن همين يصير معها. Maybe associated with seborrheic dermatitis and psoriasis. ممكن patient, الطفل نفسه اللي عنده napkin dermatitis ممكن عنده seborrheic dermatitis أو psoriasis. Clinical feature كل الدرماتيتس بصورة عامة احنا نعرف تجينا اريثيميتا سباتش اوكي وذ سكيل presenting with mild to pronounced erythema erosion and scaling in the common form due to irritant contact dermatitis الجينيتوكرورال faults are typically spared هاي نقطة مهمة خلوها ببالكم هسه نشوفها بالصورة شوفوا هذه هي الانفانتايل العفو النابكن درماتيتس او دايبر درماتيتس شوفوا هذا الفولد او الجروين الكريس جروين كريس يوجوالي سبير النابكن درماتيتس اذا كان الكوز هو irritant from urine and feces
اذا البيشنت كان عنده سيبوريك درماتيتس او سورايسز هذا الفوض راح يكون انفولفد ماشي. فهي تميز ان النابكن درماتيتس عن الاذر ديفرنشال دياجنوستس. كانديدياسيس ايضا انفولفينج ذا فولد وتجينا ساتلايت بابيولز. السيبوريك درماتيتس مينلي ذا فولد والسورايسز كذلك انفولفينج ذا فولد ماشي. اشنو التريتمنت مال النابكن درماتيتس؟ احنا قلنا الكوز اشنو هو contact of urine and feces with the skin والأوكلوجن هو مالته هي منطقة مقبطة تمام وcontact بين السكين والurine and feces. فإذا شنو الخطوات لتريتمنت مال نابكن درماتيتس؟ احنا من نفتهم شنو الكوز نطيق نعالج صح ولا ما صح؟ صح مصطفى ولا ما صح؟ صح دكتور. ايه فاذا اشني الخطوات خلينا نقول مبدئيا او النصائح والارشادات اللي ينقلها مثلا للام طفل امه جابت لك هو وعنده نابكن درماتيتس فتحت لك الحفاظه ماله وشفت هذه الارثيما والسكيلينج والايروجن وسبيرنج اوف ذا فولد وكذا وتاكدت منه انه نابكن درماتيتس ايش راح تقول للام ايش راح توصيها اقله يعني قبل التريتمنت كنصائح وارشادات عامه ايه عبد الستار؟ ايه دكتور دكتور الاريا شد بي يعني ظل دراي اند كلين فيري جود عافيه خوش دراي اند كلين فايش نقول لهم؟ فريكوينت تشينج اوف دايبر دي الحفاظه لازم بانتظام نقول مثلا كل ساعتين كل ثلاثه تشيكون خصوصا بالليل ما تنام من الليل وتقعد للصبح وها هي لا كل ساعتين ثلاثه تفتح تشيك كذا هاي العفو بس مثلا يصير عندي يورينيشن او فيز راسا تبدل الحفاضه ماكو اي انتظار ماشي ففريكوينت تشينج اوف دايبر بعد تهوير المنطقه بين فتره وفتره لازم تفتح الطفل شويه اوكي بين فتره وفتره اقل مثلا اذا حتى لو جو بيغل مثلا اذا غرفه مثلا بها صوبه بها كذا افتحها فد 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه شويه تهويه بين فتره وفتره اوكي استخدم لازم نابكن نوعيه مليحه حفاضات نوعيه مليحه هاي ابزوربنت تمتص يكون مليح اتفقنا والمنطقه لازم تكون كلين اند دراي مثل ما قال عبد الستار خوش هذه كلها نصائح وارشادات عامه فاذا اري شود بي كلين اند دراي تشايلد شود بي الاو تو بي فري اوف نابكن بين فتره وفتره سوبر ابزوربنت دايبر از بريفيرد اوكي تشينج ريجولرلي نابكن اري شود بي كلين ات ايتش نابي تشينج وممكن استخدم مثلا المراهم الوقائيه بروتكتيف اويل مثل زين كاستر اويل البوتنت ستيرويد شود بي افويدد ما يسوي نستخدم بوتنت ستيرويد نستخدم مثلا هيدروكورتيزون بلس انتي فانجل بلس انتيسيبتيك بريبريشن ماشي زين اذا هي نابكن درماتيتس عشان نستخدم انتي فانجل لا مو الا سيبوري لا سيبوري مو كانديدا بالضبط كانديدا انفكشن هو انت المويست اريا مويست اوكلودد اريا هي هاي بيئه ملائمه للفانجاي فممكن يصير معاها كانديدا فانت من تنطي هيدروكورتيزون بوحده انت عاد تنطي انتي انفلاماتري البيشنت الطفل حتى لو ما عنده كانديدا انت عم هيئت له بيئه مناسبه للفانجال انفكشن فيفضل انه ننطي ستيرويد مع انتي فانجال اوكي او انتي سيبتيك بريبريشن واضح الامور؟ واضح دكتور جيد اوكي لاست توبيك عندنا اليوم ان شاء الله اللي هو جوفينايل بلانتر درماتوسيس من اسمه بلانتر يعني السايت وين بالبلانتر سيرفيس خوش جوفينايل هذا الايج جروب مالته بلانتر درماتوسيس اشنو هو جوفينايل بلانتر درماتوسيس يسمونه ايضا اتوبيك وينتر فيت او درماتيتس بلانتاريس سيكا يجينا على شكل دراي سكيلي جليزد يعني بينه لمعه شويه شايني اند فيشرد بلانتر سيرفيس اوف ذا فور فوت ذا تو ويبس ار سبيرد اوكي الفئه العمريه عاده هو البري بيوبرتال تشيلدرن ار افكتد اسوشيشن وذ اتوبي اند اكزوجينس فاكتورز الكوز اشنو مالته هو impermeability of the modern socks and shoe lining with the sweat gland blockage هذول اللي يلبسوا مثلا جويغ بنايلون مثلا
مع بويتين مغلقة لفترات طويلة. أوكي؟ فيساعدنا سويت جلاند بلوكج. شوفوا هذا هو الجوفينايل بلانتر ديرماتوسس. أيضا type of endogenous eczema. طبعا هو self limited صح كرونيك بس self limited من حالة ممكن أيضا الطيب. هون أهم شيء ال advice لل patient إيش ننصحه؟ avoid wearing impermeable socks and shoes and the application of emollient, keratolytics and or topical steroid ممكن أيضا تفيدنا.